تخلو أي علاقة إنسانية من المواقف السلبية العابرة اللي تواجهها مع مرور الوقت. بعض الأشخاص يعبر عنها ويظهرها، ولكن البعض الآخر يكتمها بداخله ويتعامل معها بالتجاهل. لكن هذا التجاهل ممكن يتحول بعد فترة لتراكمات تؤثر بشكل كبير على صحة العلاقة. في قول رأيك زميلنا مبارك الكويت بيسأل الناس هل التراكمات تغير الأشخاص وتؤثر على العلاقات؟ خلينا نسمع أبرز الإجابات ونرجع لكم. حياكم الله مشاهدينا. في طبيعة الحال في حياتنا الاجتماعية تصير لنا تراكمات، سواء عاطفية أو مادية أو الأشياء الثانية. فسؤالنا اليوم للجمهور، هل التراكمات تغير الشخص أو لا؟ خلونا مع بعض اليوم نشوف إيش قاله. هل التراكمات تغير الشخص؟ إي والله جدا، الضغوطات تصنع شخص ثاني. أفضل ولا أسوأ؟ أسوأ، أخس وأخس. طيب تراكمات مادية ولا عاطفية؟ كلها الثنتين. طبعا تغير الشخص. الأسوأ ولا الأفضل؟ الأسوأ صراحة، على حسب التراكمات يعني. طيب تراكمات مادية ولا عاطفية؟ والله جميع أنواع. أي تراكمات تغير؟ أي تراكمات صراحة من ناحية. عندك تراكمات؟ يعني عادي فضفض. والله عندي بس خلف الكاميرا فضفض. إذا كثرت عليه بس الرجال الفاهم والعاقل ما تتغير عليه، يوزنها لين تضبط اموره. ايه اي نعم، بيوزنها وتضبط اموره، والتراكمات ان شاء الله انا ما يبصوبي ولا يبصوبك باذن الله. والله التراكمات يعني تراكمات الضغوطات وكذا. ايه والله اللي يبقى عصير يبقى على شكله عصير. بس يعني جت الضغوطات هو ربما يتغير ولكن يبقى يرجع على مساره الاول. يقولون وش يقولون؟ يقولون في مثل كذا، يقولون دق الجرة على فمها أو ما لها شغل هذه. لا الظاهر ما لها شغل. اللي تبي أبدا مش تبي أبي. لا ما لها شغل هذه. لا ما عليك. لا يبقى على شكله، يبقى ما يتغير. الله يعافيك. نعم شيء طبيعي، أنا غيرت فيني كثير. كانت سلبية أو إيجابية تغيرات سلبية؟ أنا خسرت تقريبا 64 مليون تقريبا، وضعفت، كنت سمين، ضعفت في العمالة. أكيد طبعا. الأسوأ والأفضل حسب الظروف، حسب التراكمات إذا كانت سلبية ولا إيجابية. يعني ممكن متراكم عليها السعادة؟ أكيد لما تكون سعادة فإذا بتأثر على بشكل إيجابي. وإذا كانت سلبية؟ شوف حسب الشخص ما يتقبلها. يعني إذا كان قوي ويعني عنده إيمان قوي ممكن يتغلب عليها ويعكسها، بل ما تكون سلبية تصير إيجابية. شكرا للزميل مبارك وشكرا لكل اللي شاركوا. يعني صراحة ما فيش حاجة تحصل موقف سلبي والواحد إذا مشى وكذا وخلاص تهاون عنه تفضل تراكمات، تفضل لين ما تاخذ وقت كذا في العلاقة وتروح. فإيش تشوفوا؟ هل الأفضل إنه يتكلم الواحد لصديقه أو زميله إنه والله أنا الموضوع ده أثر علي، تعال نجلس وننهي حساباتنا، ولا إنه يتركها ما يخلي الزمان هو يعني يحلها يكون؟ إيش رأيك؟ يعني أنا شخصيا أشوف موضوع التراكمات في العلاقة هي تغير في الإنسان، لكن أثرها سلبي أكثر علينا. صح. مو مع الشخص اللي آذانا، لا مع الشخص اللي يجي من بعد هذا الشخص. لأن اللي يوجع الإنسان الخذلان، فلما يكون في خذلان تبدأ تفقد ثقتك في الناس، تبدأ يعني بعض الخصال الفطرية الجميلة اللي هي تكون موجودة فينا تروح. صح. فلازم الإنسان دائما يعرف كيف يطهر نفسه، لأن ممكن أعاقب ريم بفعل صار من أحد ثاني، بس ريم هي الجديدة في هذه العلاقة، فأقول مثلا أعاملها بقلة ثقة مثلا. فهو المشكلة الأساسية وين؟ هي المشكلة الأساسية موجودة فيني أنا، يعني صار عندي تراكمات، صار عندي خذلان، صار عندي خيبات، صار عندي كثير من الأشياء اللي تكون مؤذية في العلاقات. فعشان كده يمكن أنا كمان مقصرة مع نفسي في هذا الموضوع. لازم الإنسان يتعلم كيف يطهر نفسه من العلاقات السابقة، العلاقات السامة. وانت الصادقة العلاقات يعني السامة. أنا دائما أقول إحنا حصيلة الناس اللي جنبنا أو الناس اللي في حياتنا والناس القراب مننا. كل ما كانوا هذول الناس يحبون الحياة وناس إيجابية وناس ناجحة وناس سعيدة وناس بسيطة وناس يعني تتناقش مع فكرك بدل ما تتناقش في المشاكل أو تجيب لك الهم، يعني مختصر المفيد بعده عن الناس السامة أو العلاقات السامة، لأنه هذول اللي يسببون لنا تراكم
تراكمات حتى لو بطريقة غير مباشرة في بعض الأحيان، حتى لو أنها قاعدة تتحلطم عن حياتها ولا تتحلطم على شكلها ولا تتحلطم عن اللي متوفر عندها. يعني في ناس تجي تجيب لك بس كذا، يعني تعطيك الطاقة السلبية وتعطيك هذا السموم تفرغ فيك وهي ترتاح وتقومين أنت اللي تتعبين. وللأسف للأسف للأسف يمكن شفناها على أرض الواقع كثير، وأطباء تكلموا فيها فعلا وأثبتت حتى الدراسات أنه التراكمات هذه، الكتمان هذه، هذا الطاقة السلبية هذه، العلاقات السامة هذه تجيب لنا أمراض في أجسادنا وتجيب لنا أمراض عضوية مو بس نفسية. الـ 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 الأمراض اللي إحنا قاعدين نشوفها اليوم يمكن الضغط، السكر، الأمراض المزمنة هذه اللي يمكن ما لها حلول ولا لها تفسير وما لها علاقة في الأشياء اللي إحنا مثلا ناكلها أو نشربها، أو يمكن يكون الشخص محافظ على أكله وشربه لكن يقول لك أنا اكتشفت فجأة عندي ضغط، أنا اكتشفت فجأة عندي هذا المرض، أنا هلتي. طب شلون أنت هلتي في الأشياء اللي أنت تاكلها بس ما أنت هلتي في انتقاء علاقاتك وانتقاء الناس اللي انت تجلس معهم. ففعلا التراكمات شيء جدا سلبي، حلو الواحد انه يفرغها بالطريقة الصحيحة، سواء كانت رياضة، سواء كانت سواليف، سواء كانت انه يعالجها بدل ما يخليها تتراكم على جنب. فنعم التراكمات طبعا تغيرنا وتغير شخصياتنا، ممكن تسبب لنا امراض جسدية ونفسية. صح ريم، انا ملاحظة انه احنا كل ما بنكبر كل ما صارت العلاقات الاجتماعية اصعب. صحيح، صعبة جدا صارت، يعني فيها يعني مهما الواحد بيتعامل إلا ما يحصل إلا سوء التفاهم دائما صار موجود، الطاقة السلبية دائما موجودة، في حاجات كده سيرة غريبة، ما صرنا نتعامل ببساطة زي زمان، بأريحية زي زمان. اليوم ست حتى مع أقرب الناس ليكي تصير حريصة في التعامل، إنه لا تجرحي، لا جرحتيني، لا ما أسمح لك، لا لو سمحتي أنا. وإحنا صبرنا قل، ما صرنا نتحمل. أعتقد بالضبط، يعني فما صرنا نتحمل بعض أو ما صرنا نتقبل بعض الكلمات أو بعض الأشياء يعني زي زمان. أحس إنه زمان كنا على قولهم فشتنا عايمة أكثر، يعني كنا في أريحية، في بساطة في التعامل أكثر. اليوم صار كل شيء بيأثر فينا، أي حاجة بتأثر فينا. نتحمل أنفسنا يا ريم. صح، الواحد يلا يتحمل نفسه، يقول لك أنا يا دوب بتحمل نفسي كمان كدا. بتحمل الناس وتحمل هموم الناس. فيعني أنا أعتقد كمان حتى اللايف ستايل، حياتنا، انشغالنا، انعدام الوقت، هذه الضغوطات النفسية، المسؤوليات، هذه كلها أكيد لها علاقة بطريقة أو بأخرى. مشاهدينا خلونا نطلع هذا الفاصل وبعد نرجع لكم. بعد الفاصل، سمو أمير الحدود الشمالية يقف تقديرا لتجربة كفيفة، فما قصتها؟